ورجعنا لحضراتكم مرة تانية من الاستراحة، واسمحوا لنا بقى دلوقتي هنعمل العصير اللي بالخوخ. تعالوا كده نقول عندنا كمية من الخوخ، ممكن يبقوا خوختين أو ثلاثة. عندي طبعا زبادي، حوالي كوباية زبادي، ممكن كمان أضيف معاهم نص كوباية لبن أو كوباية لبن على حسب أنا محتاجة يعني قد إيه. هضيف سكر أو عسل أبيض، إحنا هنحط عسل، وطبعا كمية ثلج جميلة، وهيبقى إن شاء الله عصير جميل من العصائر يعني محببة جدا لكثير مننا. عايزة أقول لكم الخوخ ده تعرف من الصين من 4000 سنة، يعني بيقوي العظام جدا وبيدي نسبة سوائل كويسة للجسم. نزلات البرد هو كويس، بينظم دقات القلب، يعني ليه فوائد كتير. على فكرة بيستخدموه كمان في فترة ما بيكونوا بيتعالجوا من الأنيميا، يعني هو من ضمن الحاجات اللي بتتكتب، وبيحافظ على أنسجة العين والرؤية الليلية. كتير ناس بتستخدمه لأنه بيحمي من الإصابة من قصر النظر. عايزة أقول لكم هو كمان مفيد للجهاز الهضمي جدا، ومفيد للبشرة، بيحمي من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، دي كلنا بنخاف منها، ومن الأمراض الوحشة لا قدر الله. بصوا بقى، تعالوا كده ناخد كمية من الخوخ. الفاكهة الطبيعية دي جميلة، حاجة كده الواحد لما بيروح يشوف الفواكه والخضروات حاجة تفتح النفس، يعني بيبقى سعيد انه بيجيب حاجات فريش كده. أصلا كمان بيتعمل كومبوت وبيتحط في الفطاير وحاجات جميلة، بس العصير ده يعني كتير مننا بيحبه قوي. عايزة أقول لكم هو غني جدا بالزنك على فكرة، في نسبة زنك حلوة قوي، وفي فسفور وفي كالسيوم كمان وفي بوتاسيوم. فيتامين بي كمان، في مجموعة من بي أعتقد بي 6 وبي 3. تعالوا كده شويه صغيرين، انا عايزه احط بس معلقتين عسل. بسم الله عشان نظبط الاداء. بسم الله، تعالوا بينا يلا. الله، تعالوا بقى نجرب العصير الجميل ده. بسم الله بسم الله، ولو في قطع كده تبقى اروع. واو، عصير رائع. الجمال حلو ازاي بصراحة، يعني من العصاير المحببة بصراحة. وفي منه مانجا بنعملها بنفس الطريقة، ونعمل خوخ ومانجا وفراولة. بصوا كده